فر أكثر من 500 سجين من سجن سربوزة، أكبر سجن في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، عبر نفق. عملية الهروب الجماعية من السجن جرى تخطيط لها على نحو جيد، واستغرق تنفيذها 5 أشهر بواسطة متشددين. حفروا نفقا يبلغ طوله 320 مترا من الجهة الجنوبية الغربية للسجن إلى زنزانة بجناح السياسيين. السجناء معظمهم من مرتكبي جرائم تهريب المخدرات ومن عناصر حركة طالبان. قادهم إلى طريق الهروب 3 من النزلاء على عالم مسبق بالعملية التي استغرقت 4 ساعات ونصف ساعة. نقلوا بعدها إلى أماكن آمنة بواسطة سيارة كانت تنتظرهم في الخارج. وتعد هذه هي المرة الثانية التي تنجح فيها طالبان في اختراق سجن سربوزة شديد الحراسة لتحرير زملائهم. ففي حزيران يونيو 2008 فر 100 سجناء من بينهم عناصر من أفراد طالبان من السجن عقب اقتحام 10 مسلحين لها.